إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. هذه الآية لها شأن عظيم. في ليلة من الليالي إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة ذريني أتعبد لربي، غلب على قلبه شوق لقاء الله ومحبة الله وخشيته. الله أعلم ما الذي قام في قلبه صلى الله عليه وسلم حتى قام من فراشه ودرك أهله وقال ذريني أتعبد لربي. وانظر إلى جواب الحبيبة، حبيبة رسول الله الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها، قالت يا رسول الله إني أحب قربك وأحب ما يسرك. فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، قالت فبكى حتى بل لحيته، ثم بكى حتى بل حجره، ثم بكى حتى بل الأرض. الله أكبر. وهو الذي قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ما الذي أبكى صلى الله عليه وسلم؟ قال لقد أنزلت علي آية، ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها وقرأ هذه الآيات. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. أصحاب العقول الخالصة من الأهواء، لب الشيء خالص الشيء، العقل الذي يتخلص من الأهواء والغفلات والشهوات بأن يتفكر ويتذكر. قال الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وكأن التفكر لا يأتي إلا إذا ذكرت الله، تهيئ قلبك وعقلك بذكر الله تعالى. ذكر الله تعالى يصلك بالله ويطرد عنك الغفلة، فتكون مهيئا لتلقي النور بهذه الفكرة. كان بعض الصحابة يقول نور الإيمان التفكر، نور الإيمان التفكر. إذا أردت أن يدخل نور الإيمان في قلبك عليك بالتفكر. سئلت أم الدرداء رضي الله عنها ما أفضل عبادة أبي الدرداء في بيته وما أكثر عبادة في بيته، قال التفكر والاعتبار. وقال ابن عباس رضي الله عنهما ركعتان مقتصدتان في تفكر خير من قيام ليلة بلا قلب. صلي ركعتين لله لا تحدث فيهما نفسك، قال النبي صلى الله عليه وسلم غفر لما تقدم من ذنبه بفضل التفكر والخشوع.